طبعا اليوم بعد حوارات ومشاورات بين قيادة الشركة والوسطاء تمت الموافقة على تسيير رحلات وجدولة رحلات بين صنعاء وعمان، وتم فتح البيع لجميع المناطق اليمن بدون أي استثناء. هذا صحيح، الحمد لله، انه الفرق ان شاء الله يكون دائم ولكن مع الحذر. نعم، لكن ماذا عن التهديدات الحوثية التي تطلقها؟ اختي فكريه، طبعا تهديدات الميليشيات وعصابات الحوثي الارهابيه الذي ترميها بين الحين والاخر على المستوى المنطقه العربيه لا تجدي بأي شيء، ولن تهدد المنطقة، ولا يمكن أن تهدد المملكة العربية السعودية. هي عبارة عن زوبعات تقيم بها هذه الميليشيات من هنا وهناك، وكما يعلم الجميع أن هذه العصابة وهذه الميليشيات سهل أن يتم القضاء عليها وفق رؤية وطنية من قبل الحكومة الشرعية. نعم، ما الضمانات التي قدمها الحوثيون لضمان تسيير الرحلات؟ أختي فكرية، طبعا الضمانات، وهناك الوسطاء بأن أن يعني توافق قيادة الشركة المتمثلة في الحكومة الشرعية بفتح وجدولة الرحلات بين صنعاء وعمان، على أن خلال هذه المرحلة من بدء هذه الرحلات يتم الإفراج عن الأرصدة وبقية الطائرات القادمة المختطفة في مطار صنعاء. الذي يهم بدرجة رئيسية هي قيادة الشركة وهمها على المواطن الغلبان على أمره. أما أن احنا ننتظر يعني تدخل من الحكومة الشرعية، وأنا أعتبرها أنها فشلت في إدارة أي حوار، ولكن الحوار بين الوسطاء وقيادة الشركة فقط. نعم، طيب أستاذ باسل، يعني ماذا عن ما التصريح أو توجيهات بإيرادات الشركة وتحويلها إلى حساباتها البنكية في العاصمة عدن؟ أختي العزيزة، طبعا منذ عام 2023 في 8 مارس أقدمت الميليشيات والعصابات الحوثية في صنعاء بتجميد أرصدة الشركة، مما دعت قيادة الشركة إلى إجراء بعض التفاهمات مع إدارة صنعاء. لماذا أجبرت هذه الميليشيات الإرهابية في صنعاء على القدوم في يعني تجميد أرصدة الشركة، الذي شركة الخطوط الجوية اليمنية هي تخدم كل اليمنيين دون سواء.